ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم عمر من موقع فارماكوجون، والنهارده رجعت لكم بفيديو 5 بدائل محتمله للمينوكسيديل للاشخاص اللي بتكرهه او مش عايزه تستخدمه او بتبحث عن بديل للمينوكسيديل لعلاج الصلع الوراثي او لزياده كثافه الشعر. اول حاجه، المينوكسيديل موجود بتركيزين 2% و5%. ال 2% مصرح لعلاج الصلع النسائي او الصلع عند السيدات او فقدان الشعر النسائي، وال 5% مصرح للصلع الرجالي او للصلع الوراثي او الاندروجينيك الوبيشا. طبعا في ارض الواقع الستات برضو الدكاتره بيستخدموا ال5% ليهم، وده بسبب ان ال5% اقوى 40% من المينوكسيديل 2%. بس المينوكسيديل بيجي بشويه عيوب، منها حقيقيه ومنها الناس اتهمته بيها ظلم. والعيوب دي بتشمل الحكه والقشره والالتهاب في فروه الراس اللي ممكن المينوكسيديل فعلا يعملهم. بس خلينا واقعيين، اي حاجه توبيكال برضو قادره ان هي تعمل ال3 حاجات دول، وخاصه ان هي الاعراض دي بتيجي من الحامل بتاع المينوكسيديل اللي هو الاسولين او البروبلين جلايكول، مش بتيجي بسبب المينوكسيديل ذات نفسه. في اعراض تانية زي مثلا انخفاض ضغط الدم، زياده الشعرانيه، فعلا المينوكسيديل ممكن يعمل الحاجات دي بس مش بالنسبه للناس بتقولها. فمعظم الناس هتستخدم المينوكسيديل ومش هيسبب لهم ولا شعرانيه ولا هيسبب لهم مشاكل في ضربات القلب. وفي ناس بتقول لك المينوكسيديل هيوقع لك شعرك، او لو بطلته شعرك هيقع اكتر، ودي برضو اشاعه عن المينوكسيديل ونتجت بسبب ان المينوكسيديل ممكن يسبب تساقط قربي في بدايه استخدامه بسبب تسريع دخول الشعر في مرحله النمو بدل ما هو كان في مرحله الراحه. بس الموضوع ده بيكون مؤقت والشعر بيرجع ينمو تاني اكثف وافضل من جديد. ولما بتوقف المينوكسيديل فانت بتفقد النتيجه اللي انت اكتسبتها منه وبترجع لنقطه الصفر. بس خلينا واقعيين، العمل الوراثي بيخليك ان انت تفقد شعرك بصوره تدريجيه، فانت برضو مش هتعرف ترجع لنقطه الصفر، انت هتكون النتيجه بتاعتك اسوأ من بدايه استخدام المينوكسيديل، وده بسبب العمل الوراثي مش بسبب انك بطلت المينوكسيديل، لان كده كده لو كنت ما استخدمتش مينوكسيديل كان الصلع الوراثي بتاعك هيتقدم طبيعي جدا. بس تعالى دلوقتي نتكلم على بدائل المينوكسيديل لو انت خلاص انت والمينوكسيديل ما بين قطار ومش هتستخدمه نهائي. اول حاجه، عشان تستخدم بديل للمينوكسيديل او عشان اصلا تفكر انك تستخدم المينوكسيديل، فانت لازم تواجه مشكله الصلع الوراثي من الجذر بتاعها، وهو انك تستخدم مضاد لهرمون الدي اتش تي. طبعا انا كنت اتكلمت في القناه فيديو بعنوان خطوات علاج الصلع الوراثي، اللي فيها كنت اتكلمت على كل حاجه وازاي تصمم لنفسك روتين لعلاج الصلع الوراثي، وايه هي الادويه اللي بتنفع ولا ما بتنفعش. بس كملخص سريع، في الادويه اللي بتقلل مستويات هرمون الدي اتش تي المصرح منها هو الفيناسيراب بجرعه 1 مللي جرام، او اخوه تاني الاقوى الدوتاسترايد اللي بيستخدم اوف ليبل ومش مصرح لعلاج الصلع بس يعتبر اقوى من الفيناسترايد. فانت لازم الاول تستخدم دواء من الدوائين دول في الروتين بتاعك لو انت بتبحث عن نتيجه من المينوكسيديل او بدائل المينوكسيديل، وتكون نتيجه مستمره معاك على المدى الطويل. تاني حاجه برضو، قبل ما تفكر في المينوكسيديل او بديل ليه، انك تضيف جهاز من اجهزه المايكرو نيدلينج سواء الديرما رولر او الديرما بين اللي كنت عملت عليهم فيديو في القناه وكيفيه الاستخدام، وده بسبب ان هم بيحفزوا نمو الشعر وبيحسنوا امتصاص التوبيكال او الحاجات الموضعيه اللي انت هتستخدمها، فهيكون ليهم تاثير تعويني وتاثير ايجابي لنمو الشعر. ثالث حاجه المفروض تستخدمها هو شامبو نيزورال، اللي في الاساس يعتبر مضاد للقشره وخاصه للاشخاص عندهم التهاب جلد دهني اللي هو السيبيرويد درماتيتس، وبرده يعتبر مضاد دي اتش تي ضعيف، وفي الدراسات اللي بيستخدم فيناسيراد وبيستخدم نيزورال فبيكون نتيجته افضل من اللي بيستخدم فيناسيراد لوحده، واللي بيستخدم نيزورال مع المينوكسيديل فبيكون نتيجته افضل من اللي بيستخدم اي واحد من الاثنين بمفرده. فعشان كده الثلاثه دول لازم يكونوا في الروتين بتاعك قبل ما تفكر لبديل المينوكسيديل. اول بديل هتكلم عليه في القناه هو حاجه اتكلمت عليها قبل كده في مراجعه لمنتج اسمه ذا اوردينري، وهي ماده الريدنزل اللي الشركه المصنعه بتاعتها عملت عليها هايب كبير جدا، وقالت ادعاء زي ان هو بيزود 10,000 شعرايه جديده، وقالت ان هو افضل من عمليه زراعه واحده ممكن تعملها. فعلا لو هو فعلا المنتج ده بيزود 10,000 شعرايه فالمنتج ده يعتبر خرافي، ويعتبر نتيجته كويسه جدا، وهيكون كده قريب من نتائج المينوكسيديل 5%. بس في ارض الواقع الكلمة دي لحد دلوقتي ما شفتش حد استخدم الريدنزل ولقى النتيجة المبهرة دي. أنا عن نفسي أنا بستخدم الريدنزل من منتج كابيكسي اللي موجود، مش بس في الريدنزل، في ريدنزل بروكابيل وكابيكسي الثلاثة مع بعض في مركب اسمه الـ RCP، وملاحظتش إن هو زود لي حاجة جديدة. فأنا شايف إن هو الموضوع ده متأوفر فيه. بس الرادنزل لو انت شفت الميكانيزم في اكشن بتاعه وطريقه عمله فهتلاقي ان هو ليه طريقه عمل شيقه، وممكن يكون فعلا ليه دور لتحفيز نمو الشعر، وخاصه مع الثلاثه اللي انا ذكرتهم في بدايه الفيديو. طبعا هو الرادنزل باختصار بيشتغل على الخلايا الجذعيه، بيحفز نمو الشعر وبرضه بيقلل تساقط الشعر. نتيجه الرادنزل بتبتدي تبان بعد 3 شهور من استخدامه بصوره متواصله، وهتلاقي فيه زياده في كثافه الشعر.
ولو عايز تعرف الميكانيزم في اكشن او طريقه عمل الريدنزل كامله فشوف فيديو مراجعه منتج ذا اوردينري اللي فيه فصصت فيه الميكانيزم في اكشن بتاع الريدنزل او طريقه عمله بصوره مفصله. طبعا الريدنزل موجود في منتجات كتيره دلوقتي، سواء ان هو منفصل في منتج اسمه ريدنزل او موجود في الكابيكسي او موجود في ذا اوردينري مالتي بيبتايد سيروم، كل دي منتجات فيها ريدنزل وغيرهم. فلو انت بتبحث عن بديل كويس للمينوكسيديل فالريدنزل كويس، بس في ارض الواقع هو مش هيكون قريب للمينوكسيديل 5%، انا اتوقع ان هو قريب للمينوكسيديل 2% ممكن اقل منه بشويه صغيرين. تاني مركب ممكن تبص عليه هو ماده الاستيموكسيدين، غنيه عن التعريف، اللي كنت عملت عليها فيديو قبل كده مقارنه ما بين الاستيموكسيدين والمينوكسيديل. ماده الاستيموكسيدين اللي واخده براءه اختراع من شركه لوريال اللي موجوده في منتجات كتيره زي لوريال دينسي هير تريتمنت وبرده فيتشي ديكروس نيوجينيك هير لوس. طبعا اللي ما يعرفش فشركه فيتشي تعتبر شركه تابعه لشركه لوريال، يعني هما الاثنين نفس الشركه بس دي مسميات مختلفه. في برده منتج ثالث اسمه الريتكان سيرافيل، برده شركه ريتكان تابعه لشركه لوريال، فبرضو انت يعتبر حاجات قريبة من بعض جدا. في برضو منتج اسمه كيراتيز دينسيفيك هير تريتمنت، ده برضو في مادة الاستموكسيدين. الاستموكسيدين بيشتغل ان هو بيلعب في حاجة اسمها سوجين بتاع خلايا الشعر، بيعمل حالة من الهايبوكسيا اللي بتؤدي الى تحفيز نمو الشعر. الميكانيزم بتاعه طويل، بس هو بيشتغل على مرحله في دوره نمو الشعر اسمها مرحله الكينوجين، ودي المرحله اللي بتكون بعد مرحله الاكسوجين، اي خروج الشعر من الجذر بتاعه، والمفروض ان كده الشعر بيخش في مرحله الانجين تاني. فمرحله الكينوجين دي بتكون مرحله انتقاليه، المفروض ان منتج استيموكسيدين بيحفز ادخال الشعر لمرحله الانجين من جديد اللي بيؤدي الى زياده نمو الشعر وبرده زياده كثافته. بس هو ما بيعملش اي حاجه لمواجهه الدي اتش تي، بس عشان كده برضو احنا قلنا ان احنا بنستخدم مضادات الدي اتش تي في اول الفيديو. السيموكسيدين على ارض الواقع نتائجه كويسه جدا، وفي ناس كتير حتى بتستخدمه لطحن الفينوسترايد وتصنيعه بصوره موضعيه. عيب السيموكسيدين الاساسي ان هو بيكون مكلف شويه، ومش هتلاقي فيه منتجات كتيره محليه، لان شركه لوريال تعتبر هي الشركه المصنعه واللي حاصله على براءه اختراع. وبرضه ما تتوقعش قوي من السيموكسيدين، هو يعتبر اقرب لنتائج المينوكسيديل 2%، ممكن اقل بشويه صغيرين، بس هو من حيث تاثيره على الشعر فهو بيخلي الشعر شكله كويس، ما بيسببش حكه قوي. ثالث منتج معانا وهو منتج ما اتكلمتش عليه في القناه قبل كده، وهو ماده الادينوزين. والادينوزين ده مركب عضوي موجود في جسم الانسان. وليه اخترنا الادينوزين ما اخترناش الكافيين؟ لان في ارض الواقع الدراسات اللي اتعملت على الكافيين كانت فيشي جدا، كانت مموله من الشركه المصنعه للمنتج اللي هي شركه البسين، وحتى اترفع عليهم قضايا كتير واتمنعوا ان هم يكتبوا كلمه علاج الصلع او يؤدي الى نمو الشعر، لان الحاجات دي غير مثبته علميا. انما منتج الادينوزين الدراسات اللي عليه دراسات نظيفه شويه، وهو كمركب فعلا منطقي اكتر انك تستخدم الادينوزين اللي هو المركب العضوي الموجود في جسم الانسان. وفي ارض الواقع الناس اللي شفتها بتستخدم ادينوزين فهم لقوا منه نتيجه كويسه جدا، وهو التركيز اللي بيتم استخدامه حوالي 75% من محلول الادينوزين. طبعا انا هبقى اعمل عنه فيديو بالتفصيل، ايه هي طريقه العمل، ايه هي الفوائد الاعراض الجانبيه، ازاي استخدمه بطريقه صحيحه، بس دلوقتي احنا بنقول ملخص على بدائل المينوكسيديل اللي موجوده في السوق. ومن حيث هتلاقي الادينوزين فين، فهتلاقيه في منتج اسمه سبيكترال دي ان سي اللي فيه ماده النانوكسيديل، في برضه السبيكترال سي اس اف لوشن، النيو فوليك سلوشن، دول كل وغيرهم من المنتجات اللي فيها ماده الادينوزين، وهبقى اعمل عنه فيديو عشان اديله حقه في القناه دي. بس اعرف ان الادينوزين نتائجه كويسه جدا، ويعتبر اقوى من المينوكسيديل 2% وقريب من نتائج المينوكسيديل 5%، فهو خيار كويس للناس اللي مش عايزه تستخدم المينوكسيديل. بس بيكون عيبه بس ان هو غالي شويه، وصعب ان انت تلاقيه في منتجات او مش متوفر بصوره كبيره، فانت لازم تدعبس شويه عما تلاقي الادينوزين. رابع منتج معانا وهو الالفا ترودايل اللي كنت اتكلمت عليه قبل كده، اللي موجود في منتجات كتيره اشهرهم البنتوستين والافيكاس والافيكسس والكرانيل الفا، كل دول موجود فيهم ماده الالفا ترودايل اللي تعتبر مشتق من الاستروجين، ويعتبر مانع لانزيم الفايف الفا ريدكتيز بصوره متواضعه، وبيستخدم اساسا موضعيا لعلاج الصلع الوراثي للرجاله والستات، ويعتبر مشابه لمركب موجود في جسم الانسان اللي هو 70 بيتا استرادايل، او المعروف ببساطه باسم الاسترادايل او بالعاميه الاستروجين. وهو على الرغم ان كان في دراسه بتبص على الالفا ترودايل وهي لقت ان هو نتائجه اضعف شويه من المينوكسيديل 2%، بس برضو الفا ترودايل ممكن يكون ليه دور اضافي في منع انزيم الفايف الفا ريدكتيز، وبالتالي في زياده نمو الشعر، وخاصه مع لو هتستخدمه مع حاجه زي الفينوسترايد او الدوتاسترايد مع المايكرونيدلينج وشامبو
ميزورال. فالفا تريدايل خيار كويس للناس اللي مش عايزه تستخدم مينوكسيديل نهائي. خامس حاجه واخر حاجه معانا وهو المينوكسيديل الفموي اللي يعتبر دلوقتي الترند عليه عالي. طبعا المينوكسيديل الفموي بيشيل عيوب كتيره من المينوكسيديل الموضعي زي ان هو ما بتقدرش ان انت تحطه بصوره موضعيه، ما بيسببش حكه، ما بيسببش قشره، ما بيسببش ان الشعر يبقى جاف يبقى شكله وحش، اسهل في الالتزام، انت بتاخد حبايه بدل ما تحط حاجه موضعيه وتقعد تدعكها. والمينوكسيديل الفموي الالتزام عليه بيكون اسهل من المينوكسيديل الموضعي، ففي ناس كتيره بتتجه ليه. ده غير ان المينوكسيديل الفموي اصلا نتائجه اقوى من المينوكسيديل 5%، فهو يعتبر المينوكسيديل الاقوى. طبعا مع القوه الزياده بتيجي فرصه اعراض جانبيه اعلى، فبتكلم عنها في القناه، والاستخدام الامن للمينوكسيديل الفموي وهي النصائح اللي هديها للناس. فالفيديو ده غالبا يا اما هيكون نزل او لسه هنزله، الله اعلم على حسب ترتيب الفيديوهات هيمشي ازاي. بس المينوكسيديل الفموي يعتبر هو البديل الاقوى للمينوكسيديل الموضعي لا واحنا حطينا الاعراض الجانبيه على جنب. طبعا اختيار الدواء مش دايما بيكون القوه، فمثلا الفينوسيراد والدوتاسيراد، الدوتاسيراد اقوى، على الرغم من كده انا دايما بنصح بالفينوسيراد الاول. المينوكسيديل الفموي ولا الموضعي؟ الموضعي اضعف، ومع ذلك بنصح بيه للناس اللي عايزه تستخدم المينوكسيديل بدل الفموي، وده لان برضو لازم نحسب الاعراض الجانبيه والتكلفه والتواجد وكل الحاجات دي قبل ما نبتدي نرشح الدواء. بس كده دول خمس بدائل للمينوكسيديل. اكتب لي تحت في الكومنتات تجربتك مع المينوكسيديل او تجربتك مع اي واحد من البدائل دي، ولو حابب تسال على اي حاجه عن المنتجات اللي انا قلتها فاكتب لي تحت في الكومنتات وحاول ارد عليك، ولو حابب استشاره او متابعه الكترونيه 101 فهتلاقي اللينك في الديسكريبشن. وبس كده اشوفكم في الفيديوهات الجايه.